ما السنة عند نزول المطر؟ وكيف كان يستسقي الرسول صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي في ذلك؟ الاستسقاء من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي على أنواع، أحدها أن يدعو ربه بالسقيا من غير صلاة، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو بعدها، والثالثة الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر، يعني المطلوب أو الذي كان يفعله الرسول في الاستسقاء صفتان، أنه يدعو من غير صلاة، هذه واحدة، أنه يصلي ويدعو، هذه الصفة الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج أول ما ينزل المطر، يخرج إلى المطر ويحسر عن رأسه ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم.